طلب المجلس البلدي كاباو من المواطنين المصابين بامراض الاورام ضروره الحضور لديوان البلديه. المجلس البلدي كاباو وعبر موقعه الرسمي نشر اعلانا طالب فيه المرضى باصطحاب تقرير جديد لسنه 2017 وصوره من جواز السفر ساري المفعول. وحسب اعلان المجلس فان هذا ياتي لغرض احاله الملفات لوزاره الصحه من اجل العلاج بالخارج. نظمت بمركز البحوث الطبيه الزاويه احتفاليه لتكريم اوائل الاوائل في مسابقه الشهاده الاعداديه على مستوى بلديات الساحل الغربي. وحسب الموقع الرسمي لبلديه الزاويه الغرب فان هذا الحفل ياتي برعايه الشؤون الاجتماعيه ببلديه الزاويه الغرب وبالتعاون مع منظمه سهيل للعلوم الشرعيه وجمعية البناء للتنمية والتدريب زواره، وكلية التربية أبو عيسى، ومنظمة المتوسط للهجرة والإغاثة، وعدد من الجهات الأخرى. وتم تكريم عدد من الجهات الداعمة والمتعاونة في مسابقة أوائل الأوائل ببلديات الساحل الغربي. تتواصل ببلدية حي الأندلس حملة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار، وحسب الموقع الرسمي لبلدية حي الأندلس فإن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تشرف على هذه الأعمال نظرا لدخول فصل الخريف وقرب حلول فصل الشتاء، وأعلنت البلدية أن ذلك يأتي استعدادا لهطول الأمطار في فصل الشتاء المقبل خشية أن تتسبب الأمطار في إغلاق بعض الطرق. احتفل مكتب العمل التطوعي ببلدية طرابلس المركز في الساحة المجاورة لميناء الشعاب بمرور عام على تأسيس المكتب ومباشرة نشاطه داخل نطاق البلدية، وحسب الموقع الرسمي لبلدية طرابلس المركز، فقد حضر الاحتفال عميد البلديه وعدد من اعضاء المجلس البلدي طرابلس مركز وعدد من موظفي الديوان وشخصيات من المجتمع المدني المتضامنين مع العمل التطوعي ومشجعيه وعدد من الكشافه والمرشدات وتم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات من المتطوعين والجهات المتضامنه مع مبدا عمل مكتب العمل التطوعي